بسام، استاذ بسام، ايوه، ممكن حضرتك توطي التلفزيون بس؟ ايوه مدام هان. مدام ليلى بتقول ان حضرتك في انك تعلم تماما ان استاذ حلمي بكر كان بيتعرض للايذاء. هاتوا مدام ليلى. طيب ممكن، لا ممكن توطي التلفزيون لو سمحت، توطي التلفزيون لو سمحت، اسمعني من التليفون. وطيت يا فندم. مدام ليلى بتقول ان حضرتك تعلم تماما ان هو كان بيتعرض للايذاء وانا كنت شاهد على ده. لو هو بيتعرض للايذاء هرجع لها تاني بالعقل كده. هي بتقول ان هو ولا كان بيرجع ولا بيروح، بتقول هو كان لا حول لي ولا قوه. يعني يعني ايه لا حول ولا قوه؟ حلم بكر طول عمره جامد مش بيتحرك يعني، قصدي لا لا بيتحرك دي ده الامراض الشقاقه في الاخر، انما هو ده الكلام ده في الايام الاخيره، انما حلم بكر كان جامد جدا. مدام ليلى، مدام ليلى معاكي. حضرتك قلتي هيقول قدامي ان هو بيقول لا ما حصلش. ما حصلش ايه؟ اللي هو ما كانش بيتعذب ويتحن منها؟ اه بيقول ما حصلش. بتقول ما حصلش يا بسام؟ انت شفتيها يا مدام ليلى؟ هو اللي كان بيقول مالكش دعوه دلوقتي، انت شفتيها يعني؟ انت كنت شفتها وانت ما كنت معاهم في البيت على طول؟ انت مش كنت كل يوم عليهم معاهم وهي طردتك كذا مره يا راجل انت ولا ايه؟ هي طردتني انا؟ طب احنا بس على الهوا، انا بس على الهوا يا مدام ليلى، فنلتزم يعني. طردتك ولا لا يا بسام؟ لا 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 البنت الصغيره كانت شبطانه فيك. ها؟ لا 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 انا ما حصلش الكلام ده. بص ما حصلش، يبقى انت راجل كذاب. انا بشكركم، انا بشكركم بشكركم بشكركم. انا ليه مصممه اعرف كان بيتعرض للايذاء او لا؟ عشان بجد بجد والله العظيم انا وانتوا وقرايبنا واصحابنا، والله العظيم اقسم بالله ان دي يعني بصوا شكل وحش ازاي، امانه ان لو عندكم اب او جد او جده او ام او حما او حماه اوعوا تبهدلوهم كده، اوعوا تبهدلوهم كده، اوعوا يحسوا ان هما مالهمش قوه وملهمش. هي بتقول كان بيخاف وهو بيقول لا كانوا بيكرموه، في الاخر كان خايف وحاسس بالوحده وتعبان وعنده امراض شيخوخه وخايف يقعد لوحده وابنه بعيد عنه وما عندوش صحاب ما عندوش حد بيسال عليه. هل هذه نهايه لفنان كبير زي ده؟ ومن غير فنان انت ترضى ان نهايتك تبقى كده؟ لا، يبقى لازم تحافظ على صحتك،